السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيلم دونت لوك اب في الاول بنحس ان هو فيلم عادي بيتكلم عن مذنب هيضرب كوكب الارض وامريكا بتبعت صاروخ عشان يدمر المذنب دوت ده في عشرات الافلام بتحكي نفس القصه لكن الفيلم مختلف تماما الفيلم ممكن نقسمه لثلاث محاور اول حاجه اكتشاف المذنب تاني حاجه محاوله رفع الوعي تالت حاجه ردود فعل الحكومه اصحاب الشركات العملاقة والشعب نفسه المحور الأول احنا الدكتورة بتكتشف إن في مذنب فبتفرح بيه وبتسميه بإسمها لكن الدكتور بيقول لها ده المسار بتاعه هيصطدم بكوكب الأرض وبالحجم دوت ممكن يقضي على كل الحياة البشرية فبيتصلوا بقى بالرئاسة الأمريكية فعلى طول يبعتوا طيارات طائرة خاصة تعالوا بسرعة وبيروحوا بس بكتشف بقى ان رئيس امريكا عندها حفلة طهور بنت خالتها فمعلش بقى استنوا تاني يوم معلش في مقابلة تلفزيونية استنوا وهكذا يعني في استهتار وحتى لما بتقعد مع رئيس امريكا كل همها الموضوع هيديها نقط ولا مش نقط ده هي كان ما بتطلعش وهي بتشرب سجاير لان خايفه تخسر نقط لكن لما طلعت وهي بتشرب سجاير النقط زادت طب في انتخابات جايه قريب طب خلاص ناجل الموضوع لحد ما تخلص الانتخابات على اساس ما ناثرش على على الدرجات اللي هي ممكن تاخدها ونخليها بعد كده تبدا هي بس تفكر ازاي نتصدى للكارثه ديت تمام فيعني تحس كده رئيس امريكا ترامب او اي رئيس امريكي تافه او يعني والكارثه ممكن تكون كارثه زي موضوع المناخ زي الفيروس الاستهتار اللي بيدور بيه الموضوع فبيقولوا طيب خلاص نرجع للاعلام بلاقي فاجئوا ان الاعلام كله تافه يقول له ان المزنه بضرب الارض يقول له طب هيقع على بيتي ولا بيت خطيبتي طب يعني في تسفيه للموضوع طب رد فعل ال الدكتورة بتتنرفز أو بتتعصب السوشيال ميديا بيسيب كل الكارثة اللي هتحصل ويركز على نقطة واحدة شكلها ويبدأوا يعملوا عليها كوميكس والتريقة والحاجات دي من غير ما ينتبهوا للكارثه يعني اه في تفاهه في على مستوى الدوله وعلى مستوى الشعب وعلى مستوى الاعلام طيب بيحصل ضغوطات وقصص طويله فالحكومه بتقول احنا احنا هنتصدر للمذنب دوت وهنبعت صواريخ تدمره ف ففعلا بيجهزوا الصواريخ ويقول لك ايه احنا هنحط بواحد بطل امريكي ليه لازم يكون في رمز ما ممكن كل حاجه بالريموت كنترول لا لازم يكون في رمز يضحي بحياته فاحنا نشوف واحد كده يكون ايه رمز بحيث ان يبقى في قصه اسطوريه تتحكى عنه وحاجات زي كده وطبعا كل هدفهم ان الشعب يتفاعل معاهم فيبقى في فوز مؤكد للانتخابات وفعلا بعد ما بيطلقوا الصواريخ بيفاجئوا ان الشركات بتتدخل بتقول لا ده احنا المذنب ده فيه ذهب كتير طب وليه ندمره طب ما نستنى لحد ما يجي قريب من الأرض وبعد كده نفتته وبعد كده ناخد الدهب دوت لما يقع في المحيط ونبدأ إن احنا نصرف عليه حتى لو وقع على كام واحد وماتوا مش مشكلة احنا هنبقى بندفع لهم تعويضات بس المهم إن احنا نحصل على المعادن السرية اللي موجودة في المذنب دوت عشان هنقضي على الفقر ونقضي على البيروقراطيه يعني اي كلام في الخلاط بحيث ان ايه الناس تتفاعل معاهم والناس تبقى معاهم ففيلم رائع فيلم خليك تفكر حاجة كتير جدا التمثيل رائع الحوار جميل جدا اتمنى الفيلم يعجبكم صدقني مش زي الافلام السابقه اللي بتحكي نفس القصه النهاية مختلفة تماما، القصة مختلفة، ففيلم سهرة ممتاز ان شاء الله